لما الاستمارة يجب عليكم إدخال المعلومات كما يجب، الأدريس يعني العنوان، البريد الإلكتروني، تعملوا جميع المعلومات وما تخطئوش فيها. ومني كتملؤوا هذه الاستمارة، لأن تعملات واحد أبديت ميجاجور، يعني معلومة هذا البرنامج كان معمول به ولكن جدوه، لأن هذا المكان، هذه المنطقة محتاجة ليد عاملة وبشروط سهلة مقارنة مع مقاطعات ومدن أخرى. غادي تشوفوا تملؤوها هادشي في الحلقة، كيفاش غادي تعملوا لها، وغادي ترسلوها مباشرة لهذا العنوان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا من أي بلد، الناس اللي مشتركين وغير مشتركين مرحبا بكم، الله يخليكم. ما تنساوش فعلوا داك الجرس باش تلقاو جميع المعلومات والفيديوهات الجديدة، لأن هذا المشوار وهذا الميدان ديال الهجرة دائما ابديت ميزاجور، دائما المعلومات كتغير وكيدخلوا الجديد والبرامج كيوقعوا فيها بعض التغييرات. مرحبا بكم، اليوم غادي نكمل لكم على واحد الموضوع مهم تكلمت عليه كنظن 3 اشهر. شي ناس متبعين ديال الحلقات ديالي كنظن راهم تسجلوا وداروا طلبات، كاين شي وحدين توصلوا بردود من عند هذه المقاطعه. كنتمنى لكم التوفيق وكنتمنى انكم تحصلوا على داك الشيء، على عقد عمل ولا على هجرة، كل واحد كيفاش قدم ليه، لأن هاد المقاطعة، هاد المدينة أو المنطقة باغا تستقطب يد عاملة بشروط، يد عاملة كبيرة ولكن دائما بشروط ماشي تعجيزية. ملي كنقول تعجيزية ماشي ديال لونتري اكسبريس، كاين فيها لونتري اكسبريس وكاين فيها شروط بالنسبة للناس الحرفيين والصناع واليدويين والناس عندهم كفاءات وخبرات عالية، بغى جميع الأنواع. علاش؟ غادي تشوفوا في الحلقة علاش هاد المدينة، أو ماشي المدينة سي سا، أو ماشي مقاطعة، سي بوين بروفانس، هي تابعة المقاطعة ولكن بحال عندها، هي مدينة عندها وزارة هجرة خاصة بها، وهذه ما كايناش في كندا. هذا عندها واحد الحالة استثنائية، لأن علاش؟ باغ اليد العامله، وكانت غادي هذه المدينه تعرف خصائص في السكان لولا ما عملوش الهجره. ما غاديش نتكلم على التاريخ ديالها، هي مدينه معروفه. ان فوا كتقدم لهم الطلب، غادي تشوفوا في الفيديو سهله، كتعمر الطلب ديالك مجانا، نعم، وموقع ديالهم مجانا، الموقع ديال الهجره اللي تابع لهذه المدينه الكنديه، كتملؤوا وكترسلي لهم مباشره بدون اداء اي تعريفه، اي واجب، والو، غيان، لا شيء، بالعربيه باش كيبينوا لكم. لا تقبلتي كتوصل بدعوه استكشافيه، تمشي تزور هذه المدينه، يعني كتجي من اي من البلد ديالك، نعم، فين ما كنتي في العالم، لا تقبلتي كيعطوك واحد الدعوه للزياره. بيدك الدعوه كتمشي تقدم بها المصالح السفاره الكنديه في البلد ديالك، كتحصل على تاشيره فيزا باش كتجي وكتشوف استكشافية اكسبلوراتوار، كتشوف هذه المدينة وكتعمل واحد نوتروفي مع اجون ديميغراسيون تابع لهذه الوزارة، تابع لهذه المدينة، لا قبلك كيعطيك باش تقدم على واحد الرسالة كنسميوها رسالة اي لاتر دابوي، وكتبقى في بلاصتك في مكانك، نعم، وكتقدم بها الهجرة الكندية باش تحصل على الإقامة الدائمة. شوفوا هاد المدينة كيفاش عاملة البرنامج ديالها، ماشي بحال البرامج الاخرين، ما كايناش دعوه استكشافيه فيزيت اكسبلوراتوار في مدينه اخرى غير واحد المنطقه في مانيتوبا، ولكن هذه تاهي مدينه تابعه مانيتوبا. كنتمنى غادي ندخلوا تشوفوا معايا الاجراءات في الفيديو، في الفيديو في الاورديناتور، باش تشوفوا على ماش كنتكلموا. كنتكلموا على موردن ايميغريشن، ايميغراسيون. علاش؟ لان داروا ابديت، جدوا البروغرام ديالهم، جدوا البرنامج ديالهم في 2021، كان مع كورونا ولكن دابا جدوه. هادشي ها هو، انا كنتكلم معكم دائما مواقع حكوميه مؤكده، ماشي الكلام بلا بلا، الكلام الفارغ ديال شي ناس. موردن ايميغريشن فيها، باش ندخلوا تقراو هادشي، غادي تقراو، وكنصحكم دائما انسان ما يتسرعش، يقرا ويشوف بالنسبه للمدينه فين كتوجد، اش خصهم، هاد لي فيديو عليهم وداكشي كله، هادشي خصكم تشوفوه مزيان، ومن الاحسن ليكم باش تعرفوا مع من كتعاملوا وتاخذوا واحد النظره، لان غادي تعملوا اونتروفي لا تقبلتي. وملي كنقول لا تقبلتي، ان تقبلتي انت والعائله ديالك والاولاد ديالك، راه كتجيو في زياره استكشافيه، نعم. هادشي كله غادي تشوفوه، كيف كتشوفوا معايا، ترافايور كاليفي، ادمينسيبيتي، بوركوا موردن،
من الأحسن قروه. ميم بروغرام دافير الناس مستثمرين كاين اوتر فاسون ديميغري كاينين كاينه بالانجلي وبالفرنسي بالانجليزيه وبالفرنسيه. جميع لي بروغرام فيه الكثير ما يقال. المهم عندي انا اشناهو وغادي ندخلو لابليكاسيون. لابليكاسيون هي هذه مودرن كوميتي درايفن درايفن ايميغريشن انسياتيف. وي غادي تملؤوها هاهي كيف كتشوفوا تملؤوها يعني ديروا المعلومات ديالكم كامله تليفون ايميل راه بالانجليزيه وبالفرنسيه. الناس اللي عندهم نيميرو دونتري اكسبريس اللي عندك انت عندك امتياز اكثر يعني عندك واحد البروفيل من الاحسن وتملؤوا هنا تدخل المعلومات ديالك كما يجب ما تسرعوش فيها كل شيء. هيا المكان الولادة جميع الأسئلة يسألوك على واش عندك العائلة هنا في موردن واش ما عندكش واش عندك في مانيطوبا ما عندكش. هاف كيف كتشوفوا هنا ما خصكمش المعلومات كلها خصكم تعملوها كما يجب. علاش؟ لأن مهم الشيخ غادي تأكدوا منه من بعد يعني المعلومات تكون حقيقية. وهادشي اللي كتشوفوا فيه هاد السمارة هادي راه تابعة وزارة الهجرة ديال هاد المنطقة موردن مجانية حكومية ما فيها تشي تدخل ديال أي أحد. تكتبوا المعلومات ديالكم فيها هاو تجربة العمل تجربة المهنية العملية الأولاد واش مجوج ما مجوج كل شيء هادشي اللغة. لاحظوا هادشي أنا ما كيطلبوش لكم اختبار اللغة هنا شوفوا معايا مزيان ما كاينش تيست لينغويستيك هاهو شوفوها. ملي كنقول لكم حتى لو كان مطلوب غادي يقول لكم تيست اختبار اللغه فين هو هاهو شوفوا معايا مزيان ما كاينش. مهنه تجربه العمل الشواهد ديالك تيست لينغويستيك اختبار اللغه ما كيبانش لي شوفوها مزيان. حنا غادي تفاصون غادي نخلي لكم الرابط ديالها باش تعملوها مباشره ولكن الله يخليكم درسوا شويه قراو على هذه المدينه. انا باش ما كثرش لكم على في الفيديو لا عندكم ها هو لا عندكم شي تيست تحطوه عملوه كوبي سكانيت كوبي يعني سكاني كوبي ديالك شو كيطلبوا السي في اللي عندك مزيان خصك تعملوه تيست لينغويستيك اللي عندك تعملو باسبور بانك ستيتمنت بروفايد وي Save letter showing you have been accepted. شي كلو عندك لونتري اكسبريس الشواهد ديالك سكانيهم. اش كنقول لكم خصكم تاخذوا وقت تحط الاسم ايميل فون تليفون ديالك خصكم تمضيوها ضروري اي يعني انت اسم وهادي وكتعمل كتكتب الاسم ديالك ولا سيناتور امضاء ضروري مع التاريخ سينو راه الابليكيشن هاد الفورمولير ما غاديش يتقبل. الناس كيسالوا بزاف هذا راه تعملات ميزاجور 2021 ملي كيعملوا ميزاجور يعني يجددوا البرنامج محتاجين الناس اللي فيهم شروط الله يخليكم. كتقدم ليها كتامبريم ملي كتملؤوها وداكشي كتصيفطوها كترسلوها لها هي فورمز تو ايميغريشن هي ماي موردن دات سي ار كتعملوها وكترسلوها مباشره لهم عن طريق البريد الالكتروني باغ ايميل اوتماين. الله يخليكم ما تسرعوش ها هي ابديت عملوها. كنتمنى لكم التوفيق. غنخلي لكم دائما الرابط في لا ديسكريبسيون في صندوق الوصف باش تدخلوا لها مباشره وتعملوها وترسلوها. كنتمنى لكم التوفيق. شكرا ما تنساوش دعموا القناه اعجاب والى اللقاء.